وصلنا شي؟ حاجتنا رح نوصل، قربنا كتير جميل، شو صار لك؟ ايه بس صار لنا من الصبح عم نمشي ما كنا نوصل، والله مليت. ما عم نوصل لأنك عم تسأل طول الوقت جميل، اطلع قدامك ليكنا وصلنا. شو هذا؟ شو هالطلعي؟ من وين طلعتي لنا انت؟ طلعت من الغابه، كنت عم بقطف فريز، مو انت قلت بتحب الفريز؟ خد كل هي. ايه رح ناكل فريز، ما نحن مو فاضيين غير لاكل الفريز وكل شيء بالغابه، ما نخلي ولا فاكهه بالغابه الا وناكلها، مو شايفتيني مشغول؟ مو شايفه كل الاغراض اللي حاملهم؟ طيب لكن خليني ساعدك واحمل معك شويه اغراض، اعطيني. لا 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 بعدي لا تقربي، شو عم تساوي؟ بلا ما توسخي لنا الاغراض بالفريز تبعي، مدفوع عليهم مصاري كثير، وجايبين معنا 4-5 قطع احتياطيه كمان، لشو هالقطع الاحتياطيه؟ نجيب هي القطع لانه ممكن تخرب الاصليه، يعني ممكن تنشق او تنبل بقلب موقع التصوير، فهمت قصدي؟ هذا الشغل تبع الاعلانات مع مين اسبني ابدا، تلفت اعصابي. بس انت اللي تلفت اعصابك ما؟ ما في غيرك اللي اعصابه تلفت؟ رح اكل حبه فريز. منيح اللي قطفتي فريز، لا يهمك حكي مزفر. لا عادي، كثير طيبين ما؟ ايه طيبه مزبوط. ايه لك؟ ومعفنه ومقرفه. ما بتتاكل. لا 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 والله تازه، هلا قطفتها. فكر حالك انت الوحيد اللي عندك مشاكل ونحن كلنا مرتاحين، بس انت اللي عندك مشاكل، ما في حدا غيرك تعبان وكانه حياتنا مثاليه. ليكي الانسان ممكن يمر بهيك حالات من الضغط، انت بتعرفي اكثر مني طبعا. ما في داعي الموضوع بلي. يعني قصدي احساس الانسان ما كان قصدي ضايقه. طيب جيجي موزو، اللي شو هذا اللي عم تساويه؟ قطفت الفريز لانك بتحبه، يعني ما غلطت، فليش عملتها بهالطريقه؟ انت ظالم. شو غلطت معه؟ رفضت الفريز بكل لبقه وما جرحت الا مشاعره، اما انت صرخت قدامها وبهدلتني وجرحت لي مشاعري، ليش صرخت علي؟ شو سويت لك انا يا جميل؟ انا صرخت عليك؟ صرخت طبعا وجرحت لي مشاعري وقهرتني كمان، متخيل هلا قديش مشاعري مجروحه بسبب صرخك علي وتعاملك السيء كمان؟ لا ما صرخت عليك. ايه طبعا كنت متوقع انك رح تنكر هالشيء اللي عملته بلا جميل، انت وقفت وصرخت كثير علي وجرحتني، حالتي هلا مثل الازاز المكسور يلي مهما حاولت ما فيك تلغي اثر الكسر اللي عليه، متخيل القصه قديش صعبه؟ تمام تمام بعتذر منك، ما كان قصدي اجرحك. بس الحال ما بقى ينفع الاعتذار. بس انت معصب كنت. حاولت تنزل الازاز المكسور إذا كان فيك وما رح تقدر ما بينجح. طيب كيف بدي لزق الإزاز المكسور؟ هالطلب صعب لأني ما بعرف شو الطريقة. يمكن اجرح ايدي وأنا عم لزق، أنا ما عملت هيك قصداً يا موزو، هلا حاسس بالذنب صدقني. أنا كتير آسف. طبعاً لازم تتأسف. يا الله حاسس حالي مو قادر أركز، أنا تعبت كتير. ارتحت هلا. إيه وأنا كمان. ليك هلا قلبي صار كتير قاسي وصعب. خلص قلبي مات، قررت اني صير شخص تعيس من هلا ورايح، ومن هاللحظه ما عاد بدي احب حدا ابدا. تبدا صباحك بريحه الفريز اللي بتشهي وبتعني الصباح، بتلاقي حالك طائر الصباح قدام بيت البنت وحاسس حالك مسلول كمان فوقها. لا تحكي هيك موزو، هذا الحكي كثير بيأثر فيني. قلت هالحكي لجيهان ولهيك مزاجي متقلب ومالي مرتاح طول الفتره الماضيه. فهمان اللي صار بينك وبين جيهان، بس ما بجي بصرخ عليك، انا ما بعمله وبصرخ عليك ابدا. ما عملت هيك قصدا، بس قلبي بيتأثر بهالقصص، عن جد هذا مو عدل. شبكون يا شباب؟ ليش شو شبنا؟ ما فينا شي عم نحكي مع بعض. انت شو بدك؟ شبك؟ انتو مناح؟ ايه. اسمع لي هذا شو عم يحكي، يعني شو بده يكون فينا نحن كثير رواق؟ ايه. الله عليك. ليكنا مرتاحين ومروين. يا عيني قاعدين مبسوطين وعم تتسلوا وحولتوا المكان لقهوة بكل بساطة، ما هيك؟ جيجي؟ انت بتعرفني منيح وبتعرف انه هالشي بيعصبني، هلا بدي افهم ليش ما بلشنا التصوير؟ ليش؟ طيب انت ليش عم تصرخي هلا؟ لشو هالصريخ كله؟ ما فيك تحكي بطريقه تانية؟ طيب فعلا انتوا عم تخلوني صرخ. اسمعوني منيح، اليوم لازم نخلص كل الشغل والظاهر ما عم تستوعبوا القصه واهميتها، وكمان لازم انتوا لازم يكون كل اهتمامكم فيني انا وتعاملوني بطريقه خاصه لحتى اقدر ادي دوري صاحبه هالشخصيه، لأنه كليوباترا شخصية تاريخية مهمة، فهذا دور نسائي قوي. عم تفهموا علي مو هيك؟ يعني لازم حرك كل عواطفي أنا وعم مثل، لازم كون مركزة بالكامل، لازم كون أنا كليوباترا بالكامل وما يبين علي إني عم مثل أبداً. عم تلعب الدور. كل هادو لساتكن هون؟ وين الأزياء؟ أفكرة لساتك عم تصرخي؟ لأنكن لهلا ما تحركتوا. يلا يلا قوموا جيجي تعال. براهنك إنك أنت ما بتعرف وين موقع التصوير.
شايفين كيف عم تتحركوا ببطء؟ انتو مو حابين تشتغلوا ابدا. رح اشكيكي للقيصر يا خانم. خراسولا خاف على وشي لاني بس اتضايق بيتجعد كله. فورا بتطلع التجاعيد وبتتعب بشرتي. يا الله، مشان يطلع الدور ماي صح. عم يحكني جسمي كله. أنا بالعادة ما بحب ألبس ثياب من مواد اصطناعية لأنه بتعمل لي حساسية. هي خبرتكن وحطيتكن بالصورة، صار معي حكة، شو بدنا نعمل هلأ؟ أنتوا بتشتغلوا بالإعلانات ومتعودين عليها، أنا شو دخلني؟ هي كليوباترا وأنت أنطونيوس، أنتوا أشهر قصة حب بين اثنين بالتاريخ. جمال كليوباترا بيسحر قلب أنطونيوس، هي أدواركن، لا تبالغوا اثنيناتكن بردة الفعل لهالدرجة. جان، أنا لساتني عم حس بالحكة. هلأ بتتعودي دارين؟ موزو أنا كتير بحب هذا الشغل، يعني ما بتتخيل قديش مستمتع هلأ. بتعرف ليش أنا اليوم لبست هذا اللبس؟ هيك بتكون الخادم للشغل اللي مترأسه، فهمت شو قصدي؟ جان بيك، عندي خبرة سابقة بالإعلانات وممكن أقدر فيتكن. مثلت بإعلان جبنة لوحدة من المحطات بضيعة مليانة بقر. صدقني في عندي خبرة بالإعلانات، مشان هيك أنا بقترح عليك. خلي جيجي يهوي بهدول وأنا بشتغل معك بالإخراج، بساعدك وبعطيك اقتراحات. مو أحسن؟ تمام موزو، تكرم، بس خليني صور وأنت روح على الموقع. إيه، وأنا بدي التصوير يطلع تمام. يلا يعطيك العافية. زبط شكلك. طالع أسمر. أسمر؟ أهلين. بأيامهم الخدم كانوا يضلوا واقفين تحت الشمس، فحطيت مكياج مناسب. ودارين مزعوجة. طيب يا شباب، رح نعمل بروفا، بدي اياكم تكونوا جاهزين. دارين انت خليكي بموقعك، استقيمي ولا تضلي حانية ظهرك هيك. ايه جود، انت روح وقف هنيك. تمام جان. وقف ورا دارين وهلا اطلع عليها وكأنك كتير بتحبها. وريهام هون، هاد موقعك. ماشي. عملي اكليل من الوردات اللي جمعتيهم. ايه فهمت. لينا انت واقفي هون، رح تعزفي على الآلة الموسيقية. بس أنا مو شاطرة بالعزف أبداً. مو مشكلة، عملي حالك عم تعزفي. ويا شباب أنتوا على الأطراف رح تستعملوا المراوح وتهووا فيهم، هي هي مهمتكم. إيه طبعاً. روح أخرج. دارين، أول شي حنبدأ معك، حتمسكي الكريم بتحطي على وشك. بهي اللحظة بده يجي جود من وراكي. إيه وبعدين؟ وحابب إنه يبوسك، بس بيوقف وبيشم ريحة الكريم. وبيطلع عليك بإعجاب وبيفتح عيونه. أنا ملاحظ إنه في توتر على وجوهكم، بس ما في داعي لهذا التوتر، أوكي؟ روق الأمور كلياتها. تمام، برافو. خليكم مسترخين. تمام، رح نبلش. أنا؟ أنت رائعة، قصدي الدور هي صفاته. دوري مو مهم. عفواً جان، لحظة بس، أنا بس حابة أقول شيء قبل التصوير من بعد إذنك. بهالإعلان أنا هي الشخصية الرئيسية، شخصية كليوباترا، مشان هيك لازم تمدحوني أثناء التصوير لأني بعمل هيك بالعادة مع كل الممثلين لما نكون عم نصور. مرقوا دقيقتين وأنت كليوباترا وصرتي كتير مدللة. جيجي سمعت شو عم تقول؟ ما تقلقوا، أنا بهتم بكل شيء، خلونا نبلش تصوير. يلا عزفين لشي، لا تضلي هيك عم تتفرجي. تمام. جاني كون بيعلمك أنا ما عم ركز بنوب، مو متذكرة شو أعمل. رح أنتقم هالمرة. ها؟ دوشيش. ايه دوشيش دوشيش، زهرك ما عم يهدى ابدا، بلشت اتضايق منك. شكلي قعدتي بالحارة جابت الحظ يا نهاد. اذا هيك اشتري لك بيت جنب بيتي وبيضل الحظ مرافقك معناتها. ايوه يا خير. شبك؟ شوفي الخطر وراك مباشرة. هدول النظرات بعرفهم كتير منيح، راحت علي. فهمان عليك، وانا هالنظرات كتير بشوف مثلها، بشوفهم من وهيبة. برأيي فوت تخبى بالبقالية إذا بتلحق. خلص مش الحال. مرحبا نهاد بيك. أهلين، أهلا وسهلا، مفاجأة حلوة والله. شكرا لك. مرحبا. مرحبا. شفت إنك ما رجعت لحالك، فقلت أنا بجي باخدك. بصراحة ما عاد أعرف قديش ممكن تخليني ناطرة لحتى ترجع. نهاد وأنا راح عن بالي، تذكرت في عندي شوية شغل بالبقالية، لأقوم اشتغلهم. خلص خلص، خدي راحتك. يلا أنا بستأذن منكم. خد راحتك.
أنا برأيي لازم ترجع للمكان اللي بتنتمي له. إذا كان هذا رأيك كمان خلينا نمشي. أنت متأكدة؟ أنا مالي حابب إزعجك بنوب. متأكدة كتير عزيز. بس دقيقة. إيه نهاد بيك؟ برجع بعدين ومنكمل لعبة الطاولة. ما يهمك عزيز بيك، بتجي إمتى ما بدك. إيه؟ شكراً، بالإذن. مع السلامة. بالإذن نهاد الله بيك. معك، ناطرينكم ها؟ إن شاء الله أكيد. بتعرفي شو الشي اللي لاحظته؟ إيه؟ أظن هداك اليوم أكلت ضربة شمس. لا شو هاد؟ مليت كثير من شغل الخدم، والله التمثيل شغلة صعبة. شو هالدور المتعب هاد؟ احكوا بهالطريقة، خلوني أفكر أكثر، أنا رح نام، فيقوني لما تنتهي العبودية، رح ضل نايم وأنا عبد، لا حدا يفيقني. أنا عم أطلع من دوري من هالتوتر تبعكم، بالدور عم بقدر أكون كليوباترا يا جماعة. جيجي بالدور عم كليوباترا جواتها، ما بدنا إياها تطلع. من وين رح تطلع؟ هي نقطة مهمة. من وين رح تطلع كليوباترا؟ قولي لنا من وين رح تطلع. أنا رح أطلع من الشخصية كلها. ما بيصير شيء أبداً يا جماعة، لو سمحتوا. ما في عنا ميزانية علينا. وين المقصورة تبعي؟ طيب جيجي دارين خانم عم تسأل عن المقصورة. ليش ما حدا بيجيب مقصورة بهداك الزمن؟ معقول ما استجرتوا لي؟ معقول الملكي على إيديهن، ما في مقصورات مثل يا شباب. اهدوا شوي، أنا رايح وراجع ما بطول. إيه جيجي بدي مي. عم تطلب مي ريهام؟ طلبت منك أنت، يلا روح. ريهام وبدي عصير كمان. عصير؟ لو سمحتي. ماشي. وبتعرفي ليش؟ ايه لأنك أخذت دور رئيسي وما عم تعرفي تهدي حالك وشغلتينا كلنا وما فينا نحكي معه. أنا الممثلة الرئيسية، كليوباترا هي الحدث الرئيسي بالموضوع. لك ليش مرتنا حالنا بهالإعلان يا جيجي؟ رح جن أنا. وين المقصورة تبعي؟ ليش ما استأجرتوا وحدة؟ ما فهمت. أنا هون. أهلين. مرحبا، نحن هلأ جاهزين بموقع التصوير، ومعلش الإبداع عادة بيخلق من الفوضى. إيه معك حق. أنت عم تدور على شي ولا في شي شاغل لك بالك؟ لا لا. أنت مو هيك؟ أنا لازم ساوي العصير لدارين، ممثلتنا الرئيسية المشهورة اللي ما في مثلها بالدنيا طلبت مني ساوي لها عصير. شوفك شريك. أمير أنت منيح حبيبي؟ ألين عمري أنا مستعجلة، ما فيني أتأخر، لازم أرجع على الشغل. خير طمني، في شي مو منيح صاير معك؟ لا ترجعي لعندهم. كيف يعني؟ يعني استقيلي. كيف؟ حبيبتي أنا بعت السيارة وصار معي مصاري هلا. إيه مو مشكلة حبيبي، بتشتري واحدة أحسن منها إن شاء الله. أكيد. لا تتفاجئي بس أنا استقلت. آه ليش بقى؟ أنا كنت مدير ما بقدر أشتغل بهيك وظيفة. مزبوط كلامك، معك حق. أنت كمان استقيلي. طيب وبعد استقالتي شو رح نعمل أنا وياك؟ تعي لقلك، رح نأسس مشروعنا الخاص ونعيش حياتنا وننبسط فيها. لا حلوة فكرة نأسس مشروعنا الخاص، بس شو هو هالمشروع؟ بصراحة ما عندي أي أفكار. طيب عادي هلأ حبيبتي، فكري معي منيح. شو بتحبي تعملي بحياتك؟ لا تفكري بالعوائق والمسؤوليات، فكري بحالك وبس. مجال الفن هذا كان حلمي ومن زمان، يعني لأنه صوتي حلو فدائماً بتمنى سجل أغاني مثلاً، حتى إذا ما فيني غني أو ألف كلمات أو لحن شي غنية، بحب إني أتواجد بين الموسيقيين. أمير أنت بتعرف إنه شغلي بالمحاسبة كتير بحبه، بس بآخر فترة صرت عمل من هالشغل وما عم حس بطعمة الحياة بنوم. إيه تمام، مشروعنا رح يكون بمجال الموسيقى، شو رأيك؟ أمير أنت جنيت على الآخر. إيه معلش خلينا نجن، يلا استقيلي من عندهم مثل ما أنا استقلت اليوم. ما بعرف إذا كان فيني أعمل هيك هلأ. آه
طيب وافقت، كثير مليت، خلص رح اعملها. يلا امشي. يلا امير، مليت من هالشغل، بدي روح استقيل. هلا رايحه اتركه، رح اتركه. إذا خلصتي خلينا نرجع على التصوير. يلا بس شوي. ممكن أشرب كاسة مي؟ طبعاً. طبعاً فيك. هاي الكاسة. عندك فريز؟ عندي. كنت عم ساوي عصير. أنا كنت بدي أسألك إذا هالعصير فيه فريز. ريهام، شو كان في داعي تعملي كل هاد؟ لا تكوني غرتي علي منها. متذكر مو؟ متذكر طبعا. في شغلات مستحيل نقدر ننساهم، شغلات كتير بيهمونا وغاليين على قلوبنا، وإذا خسرناهم مندور عليهم لحتى نهدى. عم نحكي عن الفريز ما؟ شوفك بالتصوير ريهام. حراس، خذوا هذين الخادمين وعدموهما في الحال. حراس شو هدول؟ لك هي صدقت حالها وفاتت بالحالة. قصة بالحراس يعني جماعة الأمن. سيكيورتي. يا عيني عليك. هلا فهمت. لك يعني يا جيجي. ليك وأنا رح روح، لا واحد غيري يكون أنطونيوس. لا يمكنك المغادرة يا أنطونيوس، أنت الآن شريك في هذه الشركة فلا تغادر من هنا، توقف. شباب، ما عادش تتركونا دقيقة لحالنا إذا بتريدوا؟ حسناً يا أنطونيوس، تعالوا ريحنا. فكرة ملاقات أنطونيوس تاني سهلة. إن شاء الله. تعال معي، تفضل. تفضل. تعالوا خلونا نتركون. أنطونيوس بنشوفك بعدين. باي باي، بس لأنك أنطونيوس رح أتركك هون. تفضل. إيه، تعال موزو، منجرب الكاميرا. إيه. وأنا كمان هلا رح ساعدكم. ما عم شوف شي يا جيجي. وأنا مالي شايف، الظاهر العدسة مسكرة. هذا الدور جننك. عم تبالغ كتير، خلصنا بقى شبك. ليكي، أنا كنت مثلك، طموح وشغوف وجانن وعيوني بيلمعوا لما كنت رجل أعمال، فلا تقسي على حالك وعلى الموجودين هون. بالغت كتير ما هيك؟ ليكي، معك حق. هلأ نحن عم نمثل كليوباترا وأنطونيوس، اعتبرينا عم نلعب هون بدون جدية، خلينا نلعب مع بعض ماشي؟ تمام، موافقة. هلا انا عم صور هي، حركها للجهه الثانيه. جوا مواقعكم يا شباب، خلونا نكمل. حضرنا لك الافتتاحيه. عن جد؟ يلا. أنطونيوس. أنطونيوس كيفك؟ دارين خانم، هاي العصير. شكرا حبيبتي ريهام، ما كان في داعي تركدي وتعذبي حالك هيك، عن جد يسلموا ايديكي. رح اشرب العصير بعدين، بس عن جد شكرا على تعبك، روح فريقنا كثير حلوه مو؟ لا لا،
اشربي هلا مشان بوردي. لا انا خليتكم تستنوني تحت الشمس كثير، ماني احسن منكم. شكرا كثير لك حبيبتي. سجلوا على حسابها بالفاتوره، طلبت عصير. ليش قديش حقه؟ انا رح بلش التصوير لكان. طيب جاهزين؟ 3 2 1 تصوير. لك شبهها وهيبة. شو صاير لها؟ خالتي. حبيبي صباح الخير ويعطيك العافية نهاد بيك. آه هذا لولو؟ يا وهيبة انت لامتى بدك تضلي بهالمنظر؟ ليش يعني مو حلوه؟ اللي كيف طالعه؟ حلوه حلوه كثير، انت على طول حلوه بس ايه مو متعود عليكي هيك وهيبه، يعني مضطر اقول لك هلا اذا بدك تضلي تفتلي هيك فهذا حقك طبعا، بس ستايلك القديم بحبه اكثر. ايه مزبوط كلامك، هيك ماني وهيبه طالعه وحده تانية، حاسه حالي نوره. ايوه وهيبه ما؟ بس حلوه. شايف شو لابسه؟ معناها أنا رح روح مشان غير هدول. تمام برجع. الله معك نورة خانم. والله هالمرأة ما هترد عليها أبدا. وهي بديري بالك عليه، شكله غالي. إيه أكيد لا تخاف أنت، حبكني هادو. يلا بشوفك. يلا بشوفك. فهمي تطلع قدامك والتهي بشغلك. يلا حاضر خالتي. خليني زبط لك هاي. جان شو عم يعمل؟ نحن عم نصور لسه. جيجي لا تطلع بالكاميرا، مظفر لا تطلع بلينا، تطلع على دارين. ريهام انتي مو كان في معك ورد؟ بلا ليكن معي، انا عملتهم خلخال ولبسته حلو مو هيك؟ بشيله اذا بدك. شو هذا اللي عم تقوليه؟ خليه مكانه لانه طالع كتير حلو، بجنن عن جد، بجنن، بياخد العقل. حلوه الفكره، كتير كتير حلوه. ايه هي فكرتي. طول عمرك هيك افكارك حلوه. هاي اللحظات من زمان بتقربن من بعض هيك دائما. قال لي ما تتطلع بالكاميرا قبل شوي، بس ما رح نصور الإعلان لأنه عم يتفرج على ريهام من الكاميرا. هي صديقتي المفضلة وكتير بحبها، بس بصراحة ما بيصير العلاقة الشخصية تفوت بالشغل. ليك كيف؟ ليك ما عم يتطلع بالكاميرا، من شوي فتت على الحمام ورجعت وما انتبه علي، بتصدق؟ لأنه ما كان عم يصور بهذيك اللحظة. الحمام ورجعت قبل شوي. بعد ما خربت الديكور بعد شوي. شو رأيك تصوري أنت المرة الجاية؟ لا تمسخر علي، بعدين أنا ما بعرف بالإخراج. وأنا اختفيت مرتين أصلاً، رحت وإجيت مثلك لشوف إذا بينتبه علي، بس للأسف ما انتبه. أنا عندي سؤال. تصرفوا مثل المعقول. ليكو الكريم اللي عندي خلص كله. بدي اقول لك شغله، ما في كريم هلا وجانا هلا ما صور، الكريم ما طلع باي لقطه. معقول هالحكي؟ شو عم تقول انت؟ طيب خلونا نبلش يا شباب. يلا يلا على مواقعكم، بكفي حكي. شو هاد؟ اسمعوا شو عم اقول لكم. 3 2 1 تصوير. انا رح ارتجل الدور تبعي. اسحاق بس يرتجل دوره بفرض ضحك. انا اسفه بلشت اضحك من هلا بدون ما احس عن جد، لا تؤاخذوني. واخيرا ضحكت. لينا هلا رح تعطي الكريم لداري، واعطي واحدة لريهام، وخلي معك واحدة انت. ريهام لا تحطي كريم، غيرت رأيي، اطلعي انت. وانا؟ انت خليكي. ليش بدي اطلع تمثيلي؟ مو ظابط ولا شو؟ انا ماني حابب هاي اللقطة، ما عم بقدر صور منيح. لما يكون في 3 أشخاص ما بقدر صورهم، مشان هيك ريهام انت بس جيبي الكريم، الغلط مانو غلطك انت. ريهام ماني غلطانة، لا تزعلي حبيبتي. مزبوط روقي.
وقفوا التصوير شوي. خير شو صار؟ شو يعني في مشكلة تقنية جان؟ ولا أنا ما عرفت مثل ما فهمت؟ رح نعيد. رح نعيد. حلو شو المشكلة؟ شو يمكن لأنه أنتم الشخصيتين ما عم تزبطوا مع بعض؟ جان جان أنت اللي قلت لي إجي لهون، أنا ما عملت أي شيء من عنده. طلعت غلط اللقطة يعني؟ عم تمثل دورك منيح؟ ما تقمصت شخصيتي منيح، يمكن هي المشكلة. ايه هيك بظن. يمكن انا اللي ما عم ادي شخصيتي صح. انا هلا مستعد نرجع بيت، خلينا نبلش. اذا ما خلصنا تصوير الاعلان اليوم رح غلط صوره بعدين. فيكي تقدمي خطوتين ريهام؟ مو ظابطه، بنعيدها. هلا قرفصت قدامها لسه ما عملت الكريم جان. شو غيرت شيء؟ واحد تصوير. طيب يا شباب، هيك خلصنا ومشي الحال. الله يعطيكم العافية، شكراً كتير لكم. في شغلات مستحيل نقدر ننساهم، شغلات كتير بهمونا وغاليين على قلوبنا، وإذا خسرناهم مندور عليهم لحتى نهدى. في عندي شي بخصك بضل معي دائما، شي واحد. وأنا في عندي شي بخصك، مستحيل للحظة واحدة يكون بعيد عني. شي واحد، شي واحد.
بس الشركاء ما بيتصرفوا هيك مع بعض مو؟ أكيد أكيد هيك مانا شركاء بنوب. إيه معك حق، إذا ضايقك هالتقارب اللي صار بيننا هلأ فتأكد إنه كان بدون قصد، فما تحط ببالك كان للحظات مو أكتر، يعني عفوي. أكيد كان عفوي صح، معناتها نحن شركاء. إيه صح، وهذا هو المهم مو؟ أنا هيك شايفة، يعني هلأ عرفنا أنه نحن لسه منقدر بعضنا وهذا الشيء كتير حلو. ريهام أنا أخذ وعد على حالي أني ما أعمل أي شيء بزعجك. فهمت، شكراً إلك على هالوعد، شكراً إلك على هالوعد. وصار وقت النوم، عن إذنك. ايه تصبح على خير. يا بابا كيف قدران تاكل كل هذا الاكل لحالك؟ ما عم اقدر افهم عليك. لو قايل لي كنت بعمل لك اكل يكون صحي اكثر من هذا الاكل، اطلع عم تاكل اكلات ما لها صحيه ابدا، ما بيصير هيك. خلص بقى، ما فيني اكل بعد اكل وهيبه بهالدنيا كلها. ما اختلفنا، ما فيني اعمل اكل مثلها، بس لا تنسى امي رح تغيب عنا لفتره، المفروض نلاقي حل لهذا الاكل. ما انت ما فيك كل يوم تطلب اكل من برا بابا. لا يا خانم، ما رح اكل اكل بيت ابدا لحتى ترجع وهيبه لهون. لا معناتها اصحك تقول جوعان لانه مرتي مو هون، انا ما دخلني. خلاص حبيبتي. أنا بالمطبخ حبيبي، تعال. أهلا وسهلا حبيبي، شو تعال. الكتب يلي طلبتيها. شكرا لك حبيبي، بس في عنا مشكلة كبيرة هون، بابا وضعه مو منيح بالمرة. يلا تعال معي وساعدني. عن جد ليش شو صاير؟ تعال حبيبي. جيت. يلا. مرحبا عمي، شو أخبارك؟ شو هالأكلات الطيبة هاي؟ يا الله. بابا عم ياكل اكل مانو صحي، المفروض ما ياكله. ما هيك؟ عمي شو عم تعمل؟ معقول انت اكلت كل هذا الاكل؟ لا هيك ما بيصير. أنا كل حياتي انهارت لأنه مرت عمك مالها بالبيت، شلون بدي أعيش هلأ؟ مرت عمي وينها؟ شو صاير؟ عمي رجعت اتخانقت أنت وياها؟ لا يا ابني، راحت على موغلا. ليش؟ انكسرت رجله لجدي. شو عم تقولي؟ ايه ما عم يقدر يتحرك، راحت أمي لهنيك تدير بالها عليه. هي اليوم المسا راحت، راحت وما صار لزمان كتير وبتسلم عليك. طيب اتصل فيها ليكون صاير شي خطير. لا لا لا، اصلا رجله منيحة مو كتير تعبانة، بس مرت عمك اضطرت تروح لهنيك حتى تساعده إذا احتاج شي. ما هي هي كل القصة. يا عمي كان لازم تروح انت كمان. ايه يعني انا قصدي الاحسن تكون جنب مرت عمي، هيك بترتاحوا اكثر. هذا قصدي. روح يسكر على السيرة. ليش؟ كنت بروح لو بقدر. خلص بقى. لما بابا وماما تزوجوا ووصلوا على اسطنبول صارت مشكلة بين بابا وجدي وخربت علاقتهم، لهيك جدي ما بيحبوا لبابا. وحتى ما حضر عرسنا مشان ما يشوف ابي، يعني تخيل لوين واصل الخلاف بيناتهم. انا اجي يي منيح يلي معي مفتاح البيت، لأنه إذا بضل عمي حاج تاكل ليه؟ ليكو ليكو شو جايبتلكن معي؟ هذا شغل تعلمي شو جايبة معي؟ لو سهلة مين بطحانو بشهي. لح لح لح، شو هالأكل اللي محطوط على الطاولة؟ ليش ما طبختي لأبوكي؟ أنت صبية ومتزوجة وليكي أبوكي شو عم يرضي؟ شو أعمل؟ هاد بيك اسمع، من هلأ رح أدير بالي عليك لأنه وهيبة وصتني فيك، فأنت هلأ بأمانتي. قول حبيبتي عمي مبين متوتر، أكيد رح يعجبوك. شلون لقيتهم؟ حبيبي انا عم فكر خبره بطريقه لطيفه، خليني خبره بسيره شوي. انا واثق فيكي، طيب عندك خلص تكفى. عن جد طيبين والله، حبيتهم لهالحلويات. بابا بابا حبيبي. في موضوع بدي خبرك اياه. شو يا بنتي؟ يلا قولي لشوف. انا وامير استقلنا من الشغل. استقلوا هن اثنين. برافو عليكي. عمي ليك اسمعني، بصراحة نحن بعنا السيارة تبعنا وطلع لنا منها مصاري منيح، وبراس المال يلي معنا حنعمل مشروعنا الخاص. يا عيني عليك. بابا عمي مساك الصحن، رح هلا وقت الصحن تبعي مو شايفة عمي؟ يا بنتي ما فهمت عليكم، شو الموضوع؟ ليش استقلتوا انتوا اثنين مع بعض؟ احكي لي تفاصيل بسرعة، تحمست، بدي تفاصيل تفاصيل. على امير بعد روقي بقى مشان الله، مو شايفة حالك بابا؟ الله شوي بس اللي شو ليش صايرين على ليش استقلتوا؟ انا رح اتصل بالاسعاف فورا. ليش الاسعاف؟ ما في ضرورة. سمعني عمي. نهاد نهاد رح اجيب بصلك. عمي قوم يلا.
شو عم تساوي؟ كنت عم فكر بموضوع الشراكة. ماشي، ممكن الشراكة تكون بكذا معنى. مثلاً أحلام مشتركة، بيت مشترك، حياة مشتركة. يعني شو قصدت بيت مشترك؟ وين مثلاً؟ يعني في إطلالة؟ من وين طريق البيت اللي؟ وين رح يكون تماماً البيت المشترك؟ أي بيت هذا؟ لينا؟ لينا هي أنتي؟ إيه ريهام، مين رح يكون لك؟ ممكن تفهميني شو قلتي؟ كنتي عم تحكي عن بيت مشترك، شو كان قصدك بهالبيت؟ عادي، كنت قاعدة عم فكر بلحظات حلوة بس ضروري مشان الكتابة، كنت عم حاول أفهم وعيش معنا اللحظات اللي ما بتنتسى أبداً وكيف ممكن أكتب عنها. ما رح تفهميني، ما فيكي تفهميني. فينا نعالج هاي القصة بالرقص، جلسة علاج بالرقص أكيد حتفيدك. تعالي نعملها هلأ، يلا قومي. ما قلت لك ما رح تفهميني؟ أساساً ما عاد فهمت شي عليكي، والله ما عاد استوعب. هلأ أهم شي عنا إنه هالقصة مرقت على خير. نهاية بيك، لازم تدير بالك على حالك منيح من اليوم، اتفقنا؟ أنت سمعته للدكتور شو قال؟ فلازم تعمل كل شي قالك عليه ولا تهمل حالك، تمام؟ ما شو تساعد حالك. رفيقتي قالت لي أنت أمانة عندي وأنا ما بقبل يصير فيك هيك. بدك تسمع كلام الدكتور وتنتبه لي على حالك. ما بنشوفك تعبان مرة ثانية، مو بقول هالكلام أبداً. تسطح تسطح، يلا تسطح بسرعه، تسطح لقلك، يلا استنى لقلك، حطي له المخده لابوك تحت راسه، يلا بنتي تسطح انت، يلا مد رجليك وحط راسك على المخده لاشوف، يلا. ها ايه ليلى بنتي، كتري مخدات تحت رجليك، جيبي المخدات قد ما فيكي يا بنتي. هاي رفعت خلص يا جماعه، يا من فت خانم انا منيح، ما رح اموت من السكري، هالرفعه هي والنزله هي اللي رح تقتلني. والله انا منيح، انا منيح، لا تشغلي بالك بنتي، كله تمام. ليكي لقلك اصحك تخبري امك واختك باللي صار، اتفقنا؟ لأنه أمك هلأ بينشغل بالها وبتحمل حالها وبترجع على البيت. تمام تمام بابا، ما يهمك، ما رح خبرهم مثل ما بدك. نحن ما رح نخبرهم، بس أنا بدي خبرها. في مين والله يخبره؟ هي رفيقتي وبتزعل مني إذا خبيت عليها، ما بقدر كذب عليها أبداً. بكرة بس تحاكيني رح أحكي لك كل شي صار بالتفصيل. خالي ميرفت، اسمعي وركزي كتير منيح باللي رح أقوله. شو رح تقولي؟ إذا رحتي وحكيتي مع أمي وخبرتيها بكل شي صار مع أبي مثل ما قلتي، إيه؟ مو أنتي بتعملي كيك وكعك بالبيت وكل أنواع الحلو؟ إيه؟ إذا حكيتي لروحي إلهي ما عاد تقدري تعمليهن وما عاد يزبطوا إن شاء الله. لا أوعك أوعك تكملي. إذا رحتي حكيتي مع أمي وخبرتيها كلمة واحدة، مو جبتي لنا الحلو اليوم لعنا؟ إيه؟ إلهي ما عاد تقدري تعملي القطر بنوب قد ما حاولتي. لا يا رب إن شاء الله. هيك سمعتي هيدا شلون دعيت لربي؟ بالعادة بيقولوا الناس المناح الله بيستجيب لدعواتهم. والله رح تكون مشكلة إذا ما عاد عملتي قطر للحلو، ديري بالك. لا خلص ما رح أقول لها شي بقى. أوف والله بقتل حالي وقتها. بابا بتعرف بشو حسيت لما شفتك بهالوضع؟ فكرتك دخت وتعبت من الخبر اللي خبرتك يا عني أنا وأمير، موتتني رعب. معقول؟ لا تقولي هيك يا بنتي، معقول هالحكي؟ حبيبتي معقول ما انبسط إذا عملتوا شغل خاص؟ إيه بالعكس، أنا كتير بفرح لكم، أنا رح أكون جنبك دائما بنتي. هذا هو قلب الأب لك. لحظة، شو هو هذا الشغل الخاص؟ عمي رح نشتغل بمجال الموسيقى، ليلى عندها الموهبة وأنا في عندي كتير معارف، فقلنا منبلش بهذا المشروع. يا بنت رح تصيري مطربة، يعني شو حلو هالخبر. أنا بعرف إنه بعد 21 يوم الجسم بيتخلص من السكر، كله 3 أسابيع. إيه صح، بيمرقوا وبترجع بتلاقي حالك مثل الأول وأحسن إن شاء الله، وأحسن من أول. يا الله ما بعرف شو صار لي، بس رجعت تعبت. شو صار بابا؟ لا بس هلأ ذكرتي السكر بحديثك خليتيني اشتهي البقلاوة بالمكسرات. ليك شو بده؟ ما يهمك، عندي بالبيت رح اجيب لك. خالي ميرفت مشان الله، شو صار لك؟ لوين بدك تروحي؟ بصراحة أنا خلصت البقلاوة عندي، أكلتهم كلهم بالليل.
بس بعمل لك رزب حليب لما تصحصح ما يهمك. ما بينفع خلص بعملها بلا سكر. شلون بدك ما بصير ياكل سكر ابدا. انا باكل اذا بلا سكر. احجب لك. المستودع تبعت كبير جمال بيك. مو كله لي غيس بيك، انا مستاجر جزء منه. مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله معكم. فمو كل المستودع لي. ايوه. ها هي اجى رضا. اخي رضا اهلا وسهلا. اهلين جمال بيك، كيف الصحه؟ غيس شكرا بيك. مرحبا غيس بيك، اهلا وسهلا. تفضل تفضل. شكرا غيس بيك، حيخبرك بكل التفاصيل. كيف صحتك؟ انا بخير، وانت كيف صحتك غيس بيك؟ انا بخير. بظن جمال خبرك بشويه تفاصيل. يلي بدي اياه منك انه تروح تقدم شكوى ضد كريم ريهام بالمحكمه. حفاظ الحكي اللي رح تقوله. نصحوني استعمل هذا الكريم اثناء شغلي بالمزارع، بس بعد ما استعملته صار معي حساسيه وحمروا ايدي ووشي وما عم ارتاح ابدا من هالحساسيه. رحت لعند دكتور بالضيعه وقال لي هذا من الكريم ما في غيره، بس على علبه الكريم ما في شيء مكتوب عن احتمال حساسيه، ومع هيك باعوه وخلاص. تمام، ان شاء الله ما بقصر معك. انا متاكد ما رح تقصر. خذ هي الورقه مكتوب فيها كل شيء مشان ما تنسى اللي قلناه، وهي حصتك من العمليه. شكرا كثير غيس بيك. ولا تنسى إذا صاروا خزلتنا رح نلاقيك دغري. يلا تفضل أخي رضا. أنا بتشكركم كتير. لا ولو أخي، الله معك. خايف من رضا، ما بعرف إذا القصة رح تزبط معه. المهم نشتت انتباههم قبل ما يكملوا بتصنيع الكريم. بكره المحكمة رح تبعت لهم بلاغ على المزرعة، وقت رح ينشغلوا بقصة الحساسية تبع رضا وبلاغ المحكمة. ما رح يكون عندهم وقت ليصنعوا كريم، بهالوقت بنستغل القصة. طمني، في شي تطور بالمخبر؟ قدرنا نحلل المكونات وبلشنا انتاج كمان. هنن مشغولين بقصة رضا والبلاغ، كون انا وزعت الكريم على التجار بالسوق. ممتاز. المهم تمشي كل الامور. انتاج كريم ريهام وتوزيعه بالسوق بيفيدني كتاجر، بستفاد منه. بس انت شو مصلحتك بهالقصة غيس بيك؟ مثل ما خبرتك من قبل، هدول الاشخاص اساءوا لي وغلطوا بحقي كتير. ريهام لها وضع خاص وهي انسانة مهمة عندي. يعني انا وياها كنا عم نتعاون من قبل، بس مشروع الكريم شتت تركيزها وبعدها عني، وانا بدي ارجع الامور مثل ما كانت. ايه مفهوم. وبالواقع انا عم ساعدها هلا، هالشي مشان مصلحتها.